بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام. حلقة جديدة متجددة بصحبتكم، برنامجكم بيتكم عامر، ويا رب دائما بيوتكم عامرة بالطاعات والمسرات ورضا الرحمن، والبيوت عامرة إن شاء الله بأهلها وناسها وأبنائها. مشاهدينا، ارضوا على أبنائكم كل يوم وادعوا لهم في حضورهم وغيابهم، واجعلوا آذانهم تسمع الرضا عليهم ولا تغضبوا عليهم إطلاقا، وأكثروا عليهم بالرضا، وادعوا لهم كل يوم بأن يرضى الله عليهم، فلا تعلموا ماذا سيفعل بهم الرضا، فقد يتغير حالهم لأحسن حال. استمروا في الرضا على أبنائكم، فأنتم لم تنجبوا أبنائكم حتى يهلكوا، بل أنجبتموهم كي تسعدوهم وتسعدوا معهم. أسأل الله العظيم أن يرضى عني وعنكم وعنهم أجمعين وعن جميع أبنائنا. اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يا رايح عند الحبايب خدني معاك، قلبي المشتاق حن لهم وفي شوق دايب، خدني معاك خدني معاك يا رايح عند الحبايب. أكيد الله يا ربي هيك يجمع الحبايب ويألف بين القلوب، آمين يا رب العالمين. وأكيد تجمعنا إن شاء الله في خير وبركة، خصوصا برنامجنا أكيد يرحب بجميع المشاهدين لحتى إن شاء الله نستفيد ونقضي وقتا جميلا معا إن شاء الله. وبداية رح يكون معنا المختارات اللي هي ملانة أخبار ومعلومات، بعد هيك إن شاء الله رح ننتقل لفقرة عن السيارات، السيارة الكهربائية أم الهايبريد أيهما أفضل، مع مدير فروع شعبان للسيارات المهندس معين شعبان. موضوعنا اليوم في فقرتنا الحوارية عن التنمر القاتل الصامت لشخصية الطفل، هذا التنمر اللي بتعرض له الأطفال بالمدرسة، يعني رح نحكي عنه أكثر. ضيفتنا رح تكون إن شاء الله روز شاهين، باحثة الدكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي، وسنختم إن شاء الله مشوارنا بأكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناخذ بعض التعليقات على الفيديوهات اللي راح نعرضهم بنهاية البرنامج. وقبل ما نبلش مشوارنا، سمعونا الصلاة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها ببلش المشوار. صلى الله عليك يا رسول الخير ومنهجه قلب قد تاق إليك، لا شيء يضاهي لهفته يا حبيب الله، تراني أراك وأنت تراني، تحدثني كأصحابك وأبوح لك بأشجاني. صلى الله عليك يا رسول الخير ومنهجه قلب قد تاق إليك، لا شيء يضاهي لهفته يا حبيب الله، تراني أراك وأنت تراني، تحدثني كأصحابك وأبوح لك بأشجاني. و
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مباشرة لمختارتنا الأولى، وأكيد ما رح نتغافل أو ننسى المصاب الكبير اللي أصاب أهلنا بالمغرب، وأكيد منوجه لهم يعني دعواتنا القلبية، ويعني أيضا منوجه لهم أحر التعازي على المصاب اللي يعني وقع يوم الجمعة مساء في المغرب، وهذا الزلزال بصراحة الذي ضرب مدنا مغربية، يعني الله يصبرهم واللهم سلم يا رب، حيث ارتفع عدد الضحايا ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2012 قتيل و2059 مصاب. وطبعا وفق التلفزيون الرسمي في المغرب تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، لا سيما المناطق الجبلية والنائية. وقالت وكالة رويترز إن معظم الضحايا كانوا من المناطق الجبلية، خاصة أن الزلزال ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير من جهته. يعني سبحان الله شو عم نشوف ومنتابع الصور المؤلمة وعمليات الإنقاذ. وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبة إنه بعض القرى دمرت بشكل كامل، وأيضا أشار إلى إنه الانهيارات أدت إلى قطع الطرق، الأمر الذي يصعب عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة. أما محمد الإدريسي نائب عمدة مراكش فقال إنه السلطات تقوم بتقييم عاجل الأوضاع في عدد من الأحياء السكنية ببلدات متضررة من الزلزال لتحديد إمكانية عودة السكان. وأوضح المسؤول إنه بلدية مراكش تتخذ إجراءات لتجنب تبعات الهزات الارتدادية المحتملة. وقرر ملك المغرب محمد السادس إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني العمومية لمدة 3 أيام، وتكليف الحكومة بإحداث لجنة وزارية تضع برنامجا لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال. الله المستعان. نحن عارفين أنه بلغت قوة الزلزال 7.2 درجات على مقياس ريختر، والله المستعان يا رب، ربنا يحمي الجميع، وإن شاء الله يكون في أحياء صحتهم إن شاء الله تكون يعني بخير تحت الإنقاذ، وإن شاء الله يقدروا ينقذوهم على خير. نتمنى السلامة للجميع، دعواتنا لإلهم مشاهدينا الكرام. بنفس السياق مشاهدينا الكرام، الله يا رب يحمي البلد، ويا رب نضل بلدنا هيك محمية من الله عز وجل ويحفظها. لكن الأردن يستعدون لتمرين، وهو مجرد تمرين اسمه درب الأمان 3 لمواجهة الزلازل. ما بيعرف لا سمح الله الواحد شو بيصير معاه، وهذه أرض الله سبحانه وتعالى يعني يأمرها كما يشاء. ودرب الأمان هي عمليات إخلاء وإنقاذ في عدة مواقع، تفعيل صفارات الإنذار وزيادة التواجد الأمني في مناطق متعددة من محافظات المملكة، واختبار القدرات الوطنية في عملية الاستجابة والإنقاذ والتعامل مع الرسائل التوعوية في حالة وقوع الزلازل. هذا هو درب الأمان 3. لكن عشان نشرح الموضوع أكثر، تستعد المؤسسات الوطنية والعامة في الدولة إلى تنفيذ تمرين وطني بالنصف الثاني من شهر أيلول، يعني بعد نص 9. ينفذ المركز الوطني لإدارة الأزمات طبعا زي ما حكينا بعد نص 9 إن شاء الله في هذا الشهر، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الزلازل الكوارث الطبيعية في حال حدوثها لا قدر الله. يعني هي إجراءات بس وقائية، برضو لازم الواحد يأخذ الحيطة والحذر، ويكون المواطنين عندهم وعي كافي، عندهم استعداد كافي، يعني عارفين كيف بيتصرفوا إذا لا سمح الله صار زلزال. وتجدر الإشارة إنه هذا التمرين يأتي ضمن جهود مستمرة لزيادة الاستعداد والاستجابة للكوارث الوطنية، وبعكس التزام الدولة بحماية حياة وممتلكات المواطنين. نتمنى السلامة للجميع، وربنا يعني ما بيقدر إلا كل خير بإذن الله. ويا رب دائما منقول اللهم سلم، اللهم لطفك يا رب العالمين. مختارتنا الثانية مشاهدينا الكرام، يعني إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل قريبا. بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية 97.7%، طبعا نتائج طلعت، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة
النجاح في الدورة السابقة. يعني النتائج طلعت، خلينا نذكر بالنسبة اللي هي 67.7 ضمن نسبة النجاح العامة، وطبعا وفقا لرئيس اللجنة العليا للامتحانات رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني قال خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج أنه بلغ عدد المشتركين في الدورة الصيفية 6724 طالب وطالبة، توزعوا على 54 كلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية في 95 برنامج تخصص دراسي، وطبعا سيتم فيما بعد إعلان قوائم التجسير على موقع وحده، على موقع يعني وحدة التقييم والامتحانات العامة إن شاء الله قريبا. وأكيد بنحكي لهم ألف ألف مبروك لكل طالب وطالبة طلعت نتيجتهم مبشرة، وبندعمهم حتى فعلا يكملوا دراستهم ويقدروا يجسروا للجامعة على خير إن شاء الله. مختارتنا الثالثة وعودة للمدارس وموضوع المدارس، وبدأت وزارة التربية والتعليم من يوم الأحد بتوزيع وجبات غذائية على طلاب المدارس الحكومية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية في 8 مديريات. ووفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة قال إنه عدد الطلب المستفيدين من المشروع يبلغ قرابة 100,000 طالب وطالبة في مديريات مادبة والشون الجنوبية وطفيلة وبصيرة والأغوار الجنوبية والمفرق والرمثة والبادية الشمالية الشرقية لمدة 60 يوم. ووضح أنه برنامج توزيع الوجبات الغذائية بتشمل طلبة رياض الأطفال بالمرحلة الثانية يعني الكيجي 2 والصفوف الأساسية من الأول حتى السادس في المدارس الحكومية. وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أنه الوجبة رح تكون هي وجبة مغذية بتشمل على حبة معجنات مع خيارة وحبة فواكه تفاحة أو موزة. وبدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية من عام 1999 في المناطق الأقل حظاً بهدف تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية، وذلك من خلال تقديم الوجبة الغذائية اليومية. يعني إن شاء الله يا ربي هيك فعلاً تكون وجبة مفيدة ويعني قيمة، والأطفال يعني أكيد رح ينبسطوا فيها إن شاء الله. أكيد بنشكر وزارة التربية والتعليم على فعلا هذه اللفتة اللي حتى هي بتراعي فيها القيمة الغذائية للأبناء إن شاء الله. مختارتنا الرابعة يعني مختارة تتحدث عن إذاعة جديدة سيصدح صوتها قريبا أو بدأ يصدح صوتها من اليوم الأحد في الأردن، إذاعة صوت الخليج القطرية تبدأ البث في عمان. حيث أعلنت إذاعة صوت الخليج القطرية عن بدء بث برامجها للمستمعين في عمان على التردد 98.1 FM لتكون عمان بذلك أحدث مدن البث الخارجي لصوت الخليج ضمن خطتها التطويرية الشاملة. قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام التي تتبع لها إذاعة صوت الخليج طبعا الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني إنه توسيع البث بث إذاعة صوت الخليج ليشمل عمان سيتيح الوصول إلى المستمعين في هذه العاصمة العربية التي يتمتع سكانها بالأصالة والثقافة والشغف وبالفن والتراث العربي. وقال طبعا آل ثاني في بيان نقله الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت الخليج عن ثقته بأن المحتوى الثقافي الذي تقدم إذاعة صوت الخليج سيأخذ مكانة خاصة لدى المستمع الأردني الذي يتميز بكونه صاحب إرث ثقافي زاخر بالشعر والفن والموسيقى. إن شاء الله فعلا تكون إذاعة صوت الخليج تبث الشيء المناسب الجميل الهادف الملتزم ببرامجها، ونسعى دائما فعلا أنه يكون الصوت الذي يصدح في الأردن وفي عمان صوت يعني مطمئن وصوت آمن لجميع الأسر. وتعد عمان المدينة 11 التي تغطيها إذاعة صوت الخليج خارج الدوحة، حيث تشمل هذه المدن أيضا مسقط وصلالة والكويت وبغداد والبصرة واسطنبول ولندن وفيينا وجنيف وزيورخ. طبعا يعني نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يكون فيها المتعة والفائدة بإذن الله. مختارتنا الخامسة مشاهدينا الكرام رح نشوف هلأ بالصورة مسجد
أبدا، بتقولوا عنه مسجد قبة الصخرة، مسجد شمال الأردن شبيه بتصميمه بقبة الصخرة المشرفة بالقدس. يعني طبعا هذا المسجد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة صورة لأحد المساجد في شمال المملكة، قبته بتشبه لحد كبير في تصميمه قبة الصخرة المشرفة في القدس. وهلأ الصورة تظهر، وهي صورة أمامكم التي تم التقاطها من مسافة بعيدة. طبعا شكل هذه القبة الذهبية للمسجد، وكأنك ترى سبحان الله المسجد الأقصى. يمكن أي حدا رح يمر رح يندهش من المنظر، وأكيد يصور هذا المسجد التي تشتاق لنا، تشتاق قلوبنا له، جميعا نشتاق أن نرى المسجد، مسجد قبة الصخرة، ونحلق هناك. فسبحان الله هذا يعني شيء جميل على غرار مسجد قبة الصخرة المشرفة، وهو في أحد المناطق شمال المملكة، وبني حديثا في أحد الأحياء هناك. جميل ما شاء الله. طيب ننتقل مشاهدينا الكرام لمختارتنا السادسة والأخيرة، أفضل المكملات الغذائية للرجال والنساء. نتابع هذا الفيديو مع بعض. وصحة وعافية أكيد يعني عناصر مهمة جدا لكلا الجنسين. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لفقرة مهمة بتحكي عن السيارات، أيهما أفضل، السيارة الكهربائية أم الهايبريد، مين بتوفر أكثر، مين عملية أكثر؟ أكيد مع مدير فروع شعبان للسيارات المهندس معين شعبان، خلينا نتابع مع بعض. يسعد أوقاتكم. امتداداً لموضوع السيارات الكهربائية وتحديداً السيارات الصينية، وهل أنا أستمر في موضوع السيارة الهايبريد ولا أستمر ولا أشتري وأخوض تجربة السيارة الكهربائية. سابقاً كنا حكينا عن أفضل الممارسات لإطالة عمر السيارة الكهربائية، وكيف بعض النصائح اللي ممكن تفيد وتطول في عمر البطارية. اليوم رحين نحكي عن لو أنا كنت قدام خيارين، هل أنا أمشي في السيارة الهايبريد أو أشتري السيارة الكهربائية، مين أفضل على المدى البعيد؟ رح نعمل بعض المقارنات ونترك الخيار بين إيديكم، إيش الفرق بين السيارة الكهربائية والسيارة اللي بتمشي على نمط الهايبريد؟ أول شغلة، السيارة الهايبريد من المعروف إنه عمر البطارية لها عمر معين، وبالتالي ممكن بعد مشي كم من الكيلومترات قد يصل إلى 150 أو إلى 200 أو إلى 100 حسب استخدام المالك السابق لها، ممكن يتلف البطارية وبالتالي بحاجة إلى غيار. الشيء الثاني، الهايبريد بحاجة إلى بعض إصلاح الأعطال اللي موجودة في نمط أو الميكانيزم لسيارات الهايبريد، اللي هو مثل الروديتر والمي والزيت وغيرها من الأمور.
بالمقابل السيارة الكهربائية هي مش في حل أو في مأمن دائم إنه ما يصير فيها عطل، لا، السيارة الكهربائية وتحديدا البطارية إلها عمر افتراضي. تقال بعض الدراسات إنه 1500 دورة أو شحنة للسيارة الكهربائية، بعدين يبدأ عمر السيارة أو البطارية الكهربائية إيش بالتناقص من حيث الأداء. وفي إضافة ثانية إنه في بعض الأحيان السيارات الكهربائية بالأفرج ممكن تعيش البطارية لمدة 5 سنوات وممكن إلى 3 سنوات. بعض الشركات زي شركة تسلا حكت نظرياً إنه بطارية تعيش لمدة 1,000,000 كيلومتر، وبعض الشركات قالت إحنا سياراتنا بتمشي لغاية 750,000 كيلومتر، وبعض الشركات قالت ل 500,000 كيلومتر بتمشين السيارة الكهربائية، وبعد هيك أنا بحاجة إلى أني أستبدل البطارية في السيارات الكهربائية. طيب، على مدار تطور عمر السيارة الكهربائية، في عام 2010 كانت قيمة الواط الواحد لإنتاج بطارية سيارة كهربائية يبلغ 600 يورو، وفعليا البطاريات الموجودة عندنا بحجم 68 وغيرها من الأرقام. ففعلا زمان كانت التكلفة عالية، الآن صار يصل حجم البطارية الكهرباء اللي هي ما تسمى بالليثيوم أيون تقريبا 83 يورو للكيلو واط الواحد. ففعليا يعني عمالها بتقل تكلفة أسعار البطاريات. رح تدخل منافسة وتطور غريب عجيب من شركة تويوتا اليابانية، رح تكتسح الأسواق الصينية ورح تكتسح الأسواق الأمريكية بإنتاج بطارية جديدة تسمى بالحالة الصلبة، وهذا النمط مختلف تماما، رينج أو مدى أو كمية شحن عالية جدا تصل إلى 1,000 و 1,500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ومدة الشحن لا تتعدى 20 دقيقة أو 10 دقائق. فبالتالي في عنا طفرة، في عنا تسارع خطير جدا في موضوع السيارات الكهربائية. والخلاصة، هل أشتري هايبرد أو أشتري كهرباء؟ كل واحدة إلها إيجابيات وسلبيات. بالمجمل السيارة الكهرباء بتستهلك، ممكن تستهلك بالشهر 60 دينار، ممكن 50 دينار، ممكن 70 دينار على حسب استهلاكنا. وبالمقابل الهايبرد ممكن أنا أستهلك 70 دينار بنزين، 80 دينار بنزين. فالعملية إحنا بنقرر هل البنية التحتية جاهزة عندنا بالأردن لحتى نبدأ باستخدام السيارات الكهربية أو لا. وبيتكم عامر. مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الحوارية اليوم. موضوع مهم بما أنه بلشت المدارس والعام الدراسي الجديد، والطلاب جداد تعرفوا على بعض، والطلاب القدم كمان اشتاقوا لبعض، وهالأهالي عم بحمسوا أولادهم للمدرسة، وفصل مليان حيوية ونشاط. لكن بالدوام الدراسي يعني هناك بعض التصرفات تصدر من الطلاب تكون مزعجة لبعض الطلاب، أو ربما حتى من الأساتذة. يعني أكيد مع تحفظنا على أنه فعلا في أساتذة ما شاء الله يستطيع فعلا أن يرفع من قيمة الطالب، لكن إذا جينا لنقطة التنمر، مشاهدينا الكرام، التنمر هذا القاتل الصامت لشخصية الطفل. نرى كثير يعني من الطلاب ربما يتعرضون للتنمر، ممكن تنمر لفظي، تنمر يدخل به بعض العنف، وهذا للأسف الشديد يقتل فعلا شخصية الطفل. نحن وصغار بعضنا أكيد تعرض للتنمر، كيف واجهنا هاي المشكلة؟ إذا ابننا تعرض للتنمر، كيف نحن بنقدر نحل هذا الإشكال بطريقة تربوية سليمة؟ للحديث عن هذا الموضوع، التنمر القاتل الصامت لشخصية الطفل، يسعدنا أن نرحب بالدكتورة روز شاهين. هي باحثة دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوية ومرشدة نفسية تربوية، خبرة 11 عام في الإرشاد المدرسي. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا وشرفتينا أستاذ روز. أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير، وبيتك عامر. يعني كل عام وانتم بخير، عام دراسي جديد هلا بلشتي هيك مع الطلاب وتعرفي عليهم الجداد والقدم، يعني جو جديد. نعم. بعيدا عن جو العطله، ما بعرف اذا هلا مع بدايه العام يمكن لسه الطلاب بيكونوا شادين شوي ومؤدبين لسه ما اخذوا وتفرفدوا وما اخذوا راحتهم. ستبدا بعد قليل عمليات التنمر. نعرف التنمر هيك تعريف سريع، وبعدها نحكي شوي عن كيف فعلا أنا بدي أميز هذا تنمر ولا هذا خلاف مثلا. صحيح، التنمر هو العنف الموجه اتجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص، بس له شروط. بيكون متكرر بفترة زمنية معينة،
بيكون في عدم توازن بالسلطة والقوة، يعني في نحن بنسميه متنمر وفي ضحية. وبالعادة هذا التنمر إذا بدنا نحكي عن المدارس بيكون في مناطق مش مكشوفة كتير للبالغين والكبار والمعلمين. كيف يعني مش مكشوفة؟ يعني مثل العفو منكم في الحمامات، في المرافق، بأماكن مخفية. بالضبط، أماكن مخفية ما بتكون تحت عين المعلم أو الإدارة أو المرشد أو ما إلى ذلك. يعني مرات يمكن أبسط، بدك تصلحي لي، أبسط الأمور التنمر إنه مثلا ينتقدوا واحد مثلا على لبسه أو نظارته أو إنه مثلا شخصيته، وهي تكون على الملأ، يعني بدهاش إنه تكون مثلا في الخفاء. هل هذا يعتبر تنمر ولا مثلا باب المزح عم بمزحوا مع بعض؟ كيف نحن بنقيمها؟ أي بالضبط. هلأ نرجع للتوازن وتوازن القوى. خلال الخبرة السابقة كانوا يجوا أولادي يقولوا لي مس عم بتنمر علي. أرجع لما نرجع نفتح الموضوع يكون بينهم مزح، بس بهذيك اللحظة هو ما عجبه أو موده ما كان قابل يتقبل المزح، اللي هو نحن أصلاً نحن ما يعني ما بنتقبله أصلاً كمزح، يكون في تناوز في الألقاب. التنمر خلينا نحكي كمان الطوشة، خلينا نحكي أو نحكي بمسمى المدرسة اللي هو بيكون في رد، يعني في شخص عم بيضرب والتاني عم بيرد له اياه. هذا فرق عن او هذا خلاف فرق عن الشخص التنمر. اللي عم بيتعرض للتنمر. نعم، هلا كثير مصطلح ترند، يعني هو التنمر هو فعليا لا في له شروط حتى احكي انه هو تنمر. زي ما حكينا في تكرار عليه، في توازن، فيش توازن في القوى، شخص ضعيف ما بيرد ما بيقدر يحكي، وإله طبعاً صفات خاصة، والشخص المتنمر إله صفات خاصة. يعني الشخص خلينا نقول المتنمر اسمه متنمر، والمتنمر عليه اسمه ولا اسمه الضحية. ضحية. نعم. إحنا بالمسمى التربوي ضحية ومتنمر. نعم. طيب عشان نركز أكثر بين الفرق بين التنمر وبين الخلاف، إذن الخلاف هو ممكن ينحل بنفس مثلا الجلسة، تيجي المعلمة تعالج هذا الموضوع وتفض هذا الخلاف، والتنين نفس القوى، يعني التنين قادرين يردوا على بعض. أما الضحية والمتنمر مو قادر يرد، يعني خلينا نحكي هيك بتكون السلطة شديد. ما في توازن بالقوة. أما الخلاف أو المشاكل اللي بتكون بين الطلاب لفظية أو عدوان جسدي أو ما إلى ذلك، بيكون في تقريبا توازن بين بالقوة. طب هذا الضحية ليش ما بيقدر يرد؟ هل هو ضعف؟ هل هو عنده مشاكل معينة؟ هلأ من صفات الأشخاص الضحايا اللي هو مش قادر يرد، تقديرهم لذاتهم بيكون منخفض، صورته عن ذاته، أو أغلب بدراسات الأشخاص اللي عندهم إعاقة جسدية أو بيكونوا نحاف إقصار أو مليانين شوية، هدول من الأشخاص اللي ممكن يتم التنمر عليهم. بالإضافة للشخص اللي بيكون البادي لانجوج تبعه أو لغة الجسد بتبين قديه هو مش مقدر ذاته، بيكون منزل كتافه عيونه في الأرض دائما بتلعثم، هدول الأشخاص هم يلي ممكن للأسف. الأشخاص نعم يتنمروا عليهم، شغل كتير حتى يعني فعلا يقدروا ذاته، مش يعني عندهم شغل أهليهم المدرسة تشتغل عليهم. نعم، وفي برضو من الأسباب بيكون في البيت الأم أريد هي بضلات تخوت على الولد. في بعض الأسر ممكن يعملوا هيك، فهو بيشوف الموضوع إنه في البيت وبرضه في المدرسة، فهو بيلاقي الموضوع أنا ضحية هون وأنا ضحية هون. مش إنه بيعتاد، هل هو يعتاد على الأسى؟ نعم يعتاد، وهون القاتل الصامت هون. لأنه في نوعين للأطفال اللي بيتعرضوا للتنمر، الطفل اللي بيحكي وبيشكي للأم للأهل للمدرسة، وفي طفل اللي هون القاتل الصامت اللي ما بيحكي خلص بيضل يكتم ويحط بقلبه. نعم. هون شو بيصير عنده؟ بيصير عنده بيزيد عنده الصورة الذاتية المنخفضة، بيصير يحكي حديث ذاتي، بيصير عنده معتقدات أنا ما بسوى إشي، أنا بستحق اللي عم بيصير لإلي. أيضا بيصير يعتاد على هاي الأشياء وهو دائما بزاوية وما بيحكي شيء. هون يعني بيصير وحيد غير اجتماعي منعزل، ما عنده مهارات اجتماعية،
ما عنده مهارات تواصل، هذا كلياته بيؤدي لانه هو يشوف الموضوع عادي ويستغرب اذا حدا احترمه او حدا. وهذا انا يعني بحكي لك عن بعض الحالات اللي ممكن عن جد توصل لهي المرحله، لدرجة انه عن جد يصير قاتل صامت للشخصيه او ممكن فعليا قاتل يؤدي لا سمح الله للانتحار زي في بعض الدول. طب خلال يعني تعاونك مع الطلاب بالمدرسة وإشراف عليهم، بتشوفي التنمر تنمر حقيقي عم بيصير بمدارسنا ولا هي مجرد خلافات؟ أي أغلب اللي عم بيصير خلافات. في بعض يعني أنا بالعادة بداية السنة بطلع على الطلاب، بأخذ هيك سكان مسحة للطلاب، نعم، بشوف مين اللي احتمال يتم التعرض لإله، ونحن بنبلش نعمل أنشطة من خلال اللجان الإرشادية، من خلال التوعية. في عنا في يوم مكافحة التنمر بشهر 2 كمان بنفعله، من وعي الأهل، من وعي الطلاب. هذا الإشي كتير مهم نحن نعمله، بس أغلبه بصراحة بيكون في خلافات. بيصير صار كلمة تنمر علي، رغم لما أرجع لا ما هو أنا ضربته، معناته مش هذا مش تنمر، بصير أوضح إن هذا مو تنمر، أنت رديت. نفس الشيء الأهل، هي مشكلة بينكم، يس هي مشكلة أنت رديت عليه، إذا رديت عليه قادر إنك أنت تدافع عن نفسك، معناته هذه خلاف أو مشكلة. طب نحكي عن يعني أسباب التنمر، حكيناها، في أسباب أخرى أنت قلتي يمكن الأشخاص الضعاف، هل في هناك أسباب أخرى؟ خلينا نحكي عن المتنمر. المتنمر ما بيكون عنده تعاطف، لم يتربى على التعاطف، ما في تعاطف، أشعر بالشخص اللي قدامي، ما في مهارات تواصل، نموذج إيجابي من الأسرة ممكن ما يكون موجود، ممكن يلاقي الأهل بتنمروا على الأم، بتنمر على الجارة، على السوشيال ميديا، يعني تنمر صراحة تنمر بجميع فئات المجتمع بيقوموا فيه. أيضا كمان هذا الطفل المتنمر بيعتقد أنه من معتقداته أنه هاي زلومية. أنا يعني بحكي لك مصطلح هو المصطلحات العامة المستخدمة، نعم، أنا زلمة بده يدور على مكانة اجتماعية بيعتبرها بين قوة، يس بده يصير عنده انتماء، فبدي أنتمي لهاي المجموعة فلازم أبين قوي عشان أرضيهم. من ضمن النماذج أيضا من نموذج لخال لعم لأخ، حكينا برضو السوشيال ميديا وحكينا الأهل، أغلبه اللي عم بيقوم فيه هذا الشخص المتنمر هو ليثبت ذاته، ولأنه هو مو شاعر بالشخص اللي قدامه كيف بيشعر. يعني معناته نحن عنا المتنمر عنده مشكلة والضحية عندها مشكلة، التنين لكن كل واحد مشكلته تختلف عن الثاني، صحيح، عن الثاني بصراحة، وتحتاج علاج حتى المتنمر، إنه مش هو شخصية سوية عنده مشكلة عظيمة، لازم يعني الأهل المدرسة يحاولوا يفهموا وين مشكلة، حتى إنه هو عم بتسلط هذا التسلط، صحيح، التنمري على الأصغر منه، يعني خلينا نقول أو أقل منه، بلاش أصغر منه بالعمر. طيب هل هناك أنواع للتنمر؟ عندنا التنمر العاطفي اللي هو بيكون رفض للجماعة، على جروب الواتساب من طلعك نحن ما بدنا إياك، تهديد لفظي، هاي كلياتها من ضمن التنمر العاطفي. عندنا التنمر العنصري، أنت من بلد وأنا من بلد، أنت من طائفة وأنا من طائفة. عندنا التنمر الجنسي، هو تهديد بالممارسة أو ألفاظ. أيضا عندنا التنمر الجسدي، الضرب القرص، التنمر اللفظي مباشر وغير مباشر، كل هذا فيه ألفاظ والفاظ يعني مسبات، وايضا ممكن استهزاء، اطلاق اشاعات، وهذه عند البنات اكثر، يعني التنمر اللفظي عند البنات اكثر من التنمر الجسدي، الجسدي عند الاولاد اكيد. يعني اكيد اذا بنقول تنمر لازم يصاحبه عنف، نعم، هو التنمر نوع من انواع العنف، نوع من انواع العنف، نعم، بدرجاته المختلفه، ان كان عنف لفظي زي ما حكيتي، جسدي وإيذاء لفظي وغيره. طب إذا كان، طب عفوا بس بعد إذنك، وتنمر إلكتروني، وتنمر إلكتروني، نعم، نعم، هذا التنمر الإلكتروني اللي عم بيكون دارج للأسف صراحة، يعني زي ما حكينا دارج جميع فئات المجتمع، فالطالب مع زملائه. هلا كيف بتكون ردات فعل الطالب المتنمر اللي متنمر عليه، يعني الضحية اللي بتعرض للتنمر، كيف ردات فعله، وكيف لما مثلا المعلمة بالمدرسة بتشوف هذه الضحية كيف تتعامل معها حتى ترفع من ذاته؟ أول إشي بيكون عنده، نحن
خلينا نحكي في نمط السلبي هذا اللي هو والنمط التوكيدي والنمط العدواني. خليني أحكي لك النمط السلبي اللي هو يتم التنمر عليه ويسمى الضحية. تمام؟ هذا الشخص ممكن يكون البودي لانجوج تبعه دائما نازل، دائما اكتافه نازلة، متردد، الآن بيبتسم ابتسامة بسيطة، ما يعني دائما بيكون بالخلف بالجماعة، ما بيكون مندمج معاهم، حد ما بيكون له كتير أصحاب، مش مقبول اجتماعيا، بينقص مهارات اجتماعية. فهذا الطفل أنا دايركت المعلمة تلاحظ هذا الشيء، إنه غير إنه نحن نحكي عن الصفات الجسدية اللي ممكن تجذب المتنمرين لهذا الطفل. كيف بدها تتعامل معه؟ بدها تسمع له زي ما الأم بدها تسمع له. وإذا كان ما بيحكي يعني ممكن هو ما يعبر، يضل كاتم. وأنت ذكرتي دكتورة إنه في كتير أطفال إنه خلص بتضلها تكبت بذاتها وما بتحكي. هلأ قديش بتقدر المرشدة يعني تستجوب أو تخليه يحكي لهذا الطالب؟ نرجع للبيئة الآمنة. هل أنا بانية ثقة؟ بدي أبني ثقة بالأول مع الطفل كمعلمة كمرشدة كأم عشان يقدر يحكي لي اللي عم بيدور في داخله وشو اللي عم بشعر فيه وشو اللي عم بيتعرض له. هذه أول نقطة، أبني ثقة. إذا وثق فيي بالتالي رح يحكي لي. النقطة الثانية، ما أصدر حكم ولا ألومه، مش أنت السبب. طبعاً. مش مشيتك أو شكلك. هذا في بعض الأمهات للأسف أو بعض المعلمات بيلوموا الطفل، هو مو محتاج للألوم، هو محتاج تعاطف ومحتاج تواصل معه، محتاج يدعمه ويعلمه كيف يوقف التنمر، بالإضافة لأنه يزيد تقديره لذاته. لنرجع للسبب، أنا مين أنا، شو شكلي، طب ليه مش متقبلين لإلي. فكل هاي التفاصيل نحن ممكن بالتعاون مع الأهل والإرشاد وصل هاي النقطة. أحكي لك أول شيء، ممكن نخلي الطفل يشارك في تايكوندو، في رياضات دفاع عن النفس، ممكن تثقل شخصيته. بالضبط. النقطة الثانية، أدور على نقاط الإنجاز عنده. يعني ممكن يكون ضعيف أكيد أكاديمياً، أدور على الموهبة أو المادة اللي بتفوق فيها، وأنا أبلش أعزز هاي النقطة فهو بترتفع بالتالي تقديره لذاته. حلو. النقطة الثالثة، أني أنا أعلمه كيف يتصدى للشخص المتنمر. هاي نقطة صعبة بصراحة، هذه حتى الأهل بيلاقوا صعوبة فيها. أنا بالعادة وهو الدارج الأصل إنه أنا أعلم ابني كيف يدافع عن نفسه. أو المعلم، أنا بعلم الطلاب عندي في المكتب على مستويين، اللفظي ممكن تتجاهل الكلمة، وممكن تطلع فيه دائما الاي كونتاكت، التواصل بحزم، بوجه حازم. طبعا هذا بده تدريب. بتواصل بشكل حازم وبصوت واضح، مش صوت متردد. تمام، واثق انه انا هذا الكلام اللي حكيته بيضايقني، ما بقبل انك تحكي لي اياه نهائيا. في عنا اسلوب من اساليب توكيد الذات بهاي المرحله بنسميه التصعيد. شو يعني؟ اني انا بحكي معه اول مره، هذا الاسلوب اللي بتحكي معي فيه ما بقبله، هذا الاسلوب بعل، بيرجع بيعلي الصوت. هل بتخلي الطالب قدامك مثلا يتمرن؟ تدريب، نعم، نحن بنسميه لعب دور. حلو. يعني ممكن دور. كمان الام تلعب مع ابنها هذا الدور. نعم، بنعلم للام. نعم، كمرشدين بنعلم الام كيف تتواصل وكيف تلعب الدور فعليا لما تكون عندنا في المكتب او على التليفون. نحاول قدر المستطاع نشرح كيف ممكن هي تعلم. حلو. الطفل، نرجع للتصعيد. التصعيد، انا هلا ببلغ عنك، حتى لو هو بيرجف من جوا، ولكن قديه هو رح يشعر اني انا انتصرت. الليفل الثاني اللي هو بحد بده يضربني، انا ما بدفش ولا بضرب ولا بضرب اللي ضربني. هي هاي دائما الاهالي اللي بيقول لك اضربه. يس. كسره والله يا بابا. نعم نعم. هذا مش تنمر. هذه طوشه. خلينا نحكي لك. بمسك ايديه وبطلع في عيونه، طلعي الاي كونتاكت الواثق والحزم. بالضبط. وعلي صوتك، انا جربتها كثير مع الطلاب ونفعت. صرخ وقول لهم ما بسمح لك تضربني. هذه الطريقه تجذب انتباه المعلمين، الطفل المتنمر بيخاف وما بيعاود بيقرب عليه. حلو حلو. لسه طالب اليوم سألتها، انت لما طالب تضلها تضايقتك وتطلع إشاعة عليك شو عملتي؟
بإحدى الصفوف يعني بتقول لي مس أنا حكيت زي ما حكيتي لي بالضبط إنه هذا الإشي ما بيهمني وبدك احكي. أوقاتا لما نحن نعلم الثقة والنظرة الواضحة والصريحة وأحيانا الجحر معلش مدام نحن ما أزينا اللي قدامنا جسديا معلش خلي ولادنا يتعلموا طلابنا يتعلموا إنهم يردوا وما يسمحوا إنه حدا يجي فيهم. طب حلو في نقطة معينة مرات للأسف يمكن عن غير قصد بيطلع التنمر لفظي من الأستاذ أو المعلمة وهذا بجرح الطالب يعني أكيد مع احترامنا لكل المعلمين والمعلمات لكن بتصدف تيجي مثلا بنتك من المدرسة بتقول لك ماما المعلمة هيك قالت لي أنا حسيت بالإهانة حسيت بصراحة استحيت قدام البنات بكلام ممكن يكون مؤذي فعلا هون كيف بدها تواجه المعلمة وهي بالنسبة لها معلمة وبتخاف منها أو بخاف منه أستاذه فشو الحل؟ هلا تسمحي لي نقطة بالعادة التنمر لا يسمى مع طالب ومعلم هو يسمى إساءة إساءة نعم هلا كيف بده يرد هو خليني أحكي لك إنه نحن ممكن نقول يبين الطالب إنه هو استاء من أسلوب المعلم يعني أستاذ ممكن يعني أنا تضايقت من هذه الكلمة بس أكثر من هيك ما يحكي هو لا يعلي صوته ولا يصرخ ولا شيء ويروح يشكي له الحق انه يشكي هلأ اذا كان بيقدر يعني وبحب المعلم وكذا في يمكن بينهم ممكن. نعم ولكن اذا كان في تكرار في الاساءة من قبل المعلم يعني صراحة ما بزبط وبالعادة يعني يفضل الطالب يلجأ للمرشد بهاي الطريقة لانه طالما في حل بين المرشد وبين المعلم والطالب بيكون الموضوع افضل وما تنسي كمان في خطوط حمراء يعني بين صحيح. الأستاذ والطالب نعم فلابد نعم. إنه الحفاظ عليها وعدم أكيد. تجاوزها طيب يعني هلأ إذا كان في زي ما حكيتي طفل تم التنمر عليه راح لأهله يشكو هل الأم تروح تشكي للمدرسة أم هون تبلش تعلم ابنها هلأ حسب الطفل إذا الطفل بصعوبة حقيقية حكى وطبعا الأم لازم تقول له أنا ماما بدنا نبلغ لأنه إذا راحت من وراء رح يبطل يحكي لها وشو ما تعرض ما رح يحكي لها فلازم يكون في جلسة صراحة وماما ليه نحن بدنا نبلغ لأنه نحن لازم نوقف هذا الشيء مش مسموح إذا أنت تصرف معك هيك رح يتصرف مع غيرك فأنت بالتالي عم بتساعد اللي حواليك إنهم ما يتعرضوا هو مسكين بحاجة هو كمان بحاجة المتنمر إنه يتوقف عند حده سواء كان في عقوبة يعني تربوية أو تعليم مهارات تواصل اجتماعي أو تعاطف وما إلى ذلك فالأم بتبلغ وبتيجي وكان في أمهات تيجي هي وابنها ويحكوا لي إيش اللي عم بيحصل هون رح يكون دور المدرسة بكذا طريقة حسب الإساءة أو حسب التنمر درجته وقتها نحن بنتصرف كمدرسة بس الأمها أمشي تكون هادية تكون بالزبط. يعني خصوصاً يعني إنه يعني لما ابنها أو بنتها تيجي تحكي لها إنه مثلاً صار معي هيك يعني أنا بدي أشكرك دكتورة روز شاهين وأنت باحثة دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي ومرشدة نفسية وتربوية وخبرة 11 عام في المدارس يعطيك ألف عافية الله يعافيك نورتينا وشرفتينا وأكيد عام دراسي جديد مليان بالطاقة والحيوية والنشاط وأكيد بنتمنى مشاهدينا الكرام لطلابنا أيضاً عام مليء بالسعادة والتفوق والنجاح بعيدا عن التنمر والعنف والخلافات بشكل عام شكرا دكتورة روز يعطيك العافية مشاهدينا الكرام إلى فقرة أكثر ما تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاصل قصير راجعين خليكم معنا يعطيك العافية مشاهدينا الكرام وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واخترنا لكم فيديو حلو تم تداوله بكثرة
يعني رح نشوف هاللفتة الإنسانية اللطيفة جدا من مسافرين أردنيين طبعا جايين من سوريا بزفوا عروس من الجنسية السورية لعريسها الأردني. هي جاي لحالها بالباص، جاي لها العريس لحالها وحيدة، طبعا هو عم بنتظرها على أبواب القادمين من حدود جابر الأردنية. خلينا نشوف الفرحة وفرحة المسافرين والزفة وكيف بسطوهم بهالزفة الحلوة اللي عملوا لهم إياها. يلا نتابع مع بعض. يعني أكيد عرفوا إنه هي عروس، بتعرف بطريق السفر بصيروا المسافرين يتعرفوا على بعض، ويبدو إنه قالت لهم إنه أنا يمكن جاي العريسي بالأردن وحبوا يبسطوها، فما أحلى يعني هاللفتة الحلوة. خلينا نأخذ بعض التعليقات. يلا كريم بيقول: مشهد يفرح القلب، ذلك ليس بغريب على الشعب الأردني النشمي الأصيل. وناس بيقول: مبارك مبارك الهناء والطيب وعمارة الدار والذرية الصالحة إن شاء الله، ربنا يجبر خاطرهم ما شاء الله عليهم، ربنا يفرح قلوبهم مثل ما فرحوا هالعرسان. وسالم بيقول: جبر الخواطر أو الخاطر من أعظم الصدقات، وأهل الأردن من شيمهم أهل الكرم والجود. يلا كمان تعليق. رشيد أو راشد بيقول: شكرا لكم يا شباب، أفرحتم العريس والعروس، هذه هي أرضي وشعب الأردن الحبيب. ورح ننتقل أكيد لا يعني فيديو آخر تم تداوله أيضا بكثرة. رح نشوف بهالفيديو الطمأنينة والثبات، وفعلا لما يكون المؤمن هو يعني لا يخشى شيء إلا الله عز وجل. الداعية محمد نذير الخنوسي كان يلقي درسا بالفرنسية في بث مباشر، وهكذا كانت ردة فعله. رح نشوف ردة فعله لحظة وقوع الزلزال المدمر بالمغرب، نشوف الثبات ونشوف الهدوء النفسي. خلينا نتابع مع بعض. comme objectif de faire resplendir l'héritage de l'islam. La ilaha illallah. Premier séisme de ma vie. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Je sais pas si vous voyez la terre trembler. le premier séisme. سبحان الله، يعني مثبت القلوب على الإيمان وابتسامة. هو تلقى الزلزال بابتسامة وسعادة، وربما نحن شفنا فيديوهات بالمولات ناس لما شعرت بالزلزال كيف بلشت تركض ويعني تنتشر بجميع الأرجاء. طيب نأخذ بعض المسجات والتعليقات. رزين بتقول: سبحان من يثبت عباده، سبحان الله العظيم. وأيضا أحمد بني صخر بيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا الله ونعم بالله. علي بيقول: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سبحان الله الثبات عليه والابتسامة. فعلا محمد بيقول: سبحان الله ما أشد ثبوته حقا، الإيمان القوي يزرع فيك الطمأنينة والهدوء. سبحان الله. نعم سارة بتقول:
اللهم الطف بإخواننا في المغرب يا رب العالمين، وارحم شهداء الزلزال واشفي جراح الجرحى. ما شاء الله عليه القلب اللي متعلق بالله وفيه ذكر أو ذكره باستمرار تسكن الطمأنينة والرضا. فعلا سبحان الله. هاي كانت بعض التعليقات على هذا الفيديو. الله يربي يثبت قلوبنا على الإيمان ويجعلها مليانة سكينة وهدوء وطمأنينة، وتتنزل علينا هيك رحمات من الله عز وجل. قولوا آمين. مشاهدينا الكرام، بهذه الفيديوهات المتداولة أكيد بيكون مشوارنا في بيتكم عامر وصل لنهايته. بتمنى لكم قضاء يوم سعيد، بترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.